السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقوم الآن بالتطبيق العملي. نختار Use Case View، ثم نختار New بزر اليمين للماوس، ثم نختار Actor ونعطي اسم Actor New Student. ثم نقوم بإنشاء use case بنفس الطريقة، نختار use case view ثم بزر اليمين نقوم باختيار new ثم نختار use case، نسمي ال use case new course registration، الآن نقوم بنقل المتفاعل إلى مساحة الرسم وكذلك حالة الاستخدام، ثم الوصل بينهما بالخط المناسب الخط المتواصل. نضغط على Use Case ثم نبقي الضغط توصولا إلى Use Case View. بعد ذلك يمكن تعديل الشكل باستخدام الماوس أو باستخدام أزرار الأسهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.